هذا يوم الليش اللي ننتظره من زمان. القاتش وعد القاتش راح أحرق قلبه وأخذ كل شيء عزيز عنده. أنا ما يهمني شيء لأصلك وفصلك. أتمنى تبقى وياي طول العمر. الشيء الوحيد اللي مستحيل نسيطر عليه هو الحب. فريدة راح اختار لها رجال وانت عليك تبعديها عن أولادي. راح أحرق البيت باللي بيهم. هواي أمور تغيرت بالفترة الأخيرة. يتي تحبين كمان؟ لا خليكم تتندمون على الإهانة اللي عيشتوني إياها. شنو قصدك ما مستعدة بالزواج؟ احكي. حيرة الليلة السابعة بتوقيت بغداد على NBC العراق.